فعاليات مهرجان مسرح الطفل الذي تقيمه وزارة الثقافة، مديرية المسارح والموسيقى ومسرح الطفل والعرائس، أقيم على خشبة المسرح القومي بمحافظة طرطوس عمل استعراض راقص للأطفال. قدم العرض استوديو توازن للرقص المسرحي بحضور مميز للأطفال والأهالي. احنا هدفنا أول شيء الطفل واللعب، مزيد من اللعب، مزيد من الترفيه عن الطفل، وحتى أنه الأطفال يشوفوا غيرهم من الأطفال أنهم عم بيلعبوا وعم يرقصوا على المسرح. نحن باستديو توازن ما منجيب الطفل مندربه أنه كراقص أكثر ما مندربه كطفل، أنه هو يظهر بسجيته ويظهر بطفولته على المسرح. تضمن العرض تقديم رقصات استعراضية بعنوان منزل سانتا، بالإضافة لمجموعة من الرقصات الميلادية ومسرحيات سانتا كلوز وأميرة الثلج شارك بها مجموعة من أطفال المحافظة. كدورنا ملائكة رسالتنا مثل السلام للأطفال، هدول الأطفال إنه لازم هيك يجيبوا هدايا وهيك من بابا نويل، ونحن أول شي ملائكة حنقدم الرقصات هدول. كلنا مبسوطين إنه رح نطلع على المسرح ومنرجع الحياة مرة تانية. كتير مبسوطة إنه طالعين، وأنا بمثل الدور الغزال، وأنا كتير مبسوطة لأنه وقت بطلع بحس حالي كتير فرحانة، ومشان نقدم السلام لبلدنا سوريا ونوزع الهدايا لأطفال اللي كانوا محرومين. نحن أطفال سوريا ونتمنى الخير للناس كلهم. وقف لحالة على المسرح بتعطيك ثقة بالنفس واندفاع لتعمل إسا إبداعات أكثر، ونحن أطفال سوريا منحب العالم كلهم منتمنى الخير. يتضمن مهرجان مسرح الطفل في طرطوس عدة عروض تقام على خشبات المراكز الثقافية والمسرح القومي في المدينة لملء فراغ الأطفال والتلاميذ بما هو مفيد وممتع.